يا ليلة العيد أنستينا، واتنين معانا من أجمل الأصوات فعلا ما أنسينا النهاردة، سارة ومحمد الباش مهندس، محمد الباش مهندسة سارة، اتنين إخوات جمعهم حب الهندسة وحب الفن. النهاردة هنقرب أكتر، لكن كلامنا هيبقى قليل عشان هنسمع معاهم أغاني أكتر. برحب بيكم معانا ومنورينا في الاستوديو، وكل سنة وأنتم طيبين. وبنشكركم طبعا أنتم جيتوا لنا يعني برغم الظروف اللي كانت عندكم، احنا سعداء بوجودكم معانا. هبدأ بس معلش بقى ليديز فيرست كده، يا أختك برضه في الأول وفي الآخر. سارة قولي لي أنت يعني هندسة، والهندسة شغلها تقيل. مظبوط. ومن هندسة للفن على طول. لا هو العكس، احنا من الفن للهندسة فعلا. لا والله هذا فوت. فكان دايما تودينا حفلات، او خالي كان بيغني في دار الاوبرا، فكنا دايما نروح نحضر حفلات هناك ونتفرج على العود ونتفرج على الغنى. انا كنت بحب الغنى اكتر، بس مامتي كانت نفسها في العود. فكان ساعتها بالنسبه لها ان احنا نبدا نعزف اله كنوع من انواع ان احنا ما كانش في دماغها خالص ان احنا موهوبين يعني. بالنسبه لها يعني احنا موهوبين. فلو لا تعرفوا بعد كده ان لا هي مجرد بس تدريب وخلاص. تتدربوا عشان بس يبقى وطنكم موسيقية، عشان دايما زمان كان مش زمان، هو دايما كل الاهالي بيبقى عندهم حته السبورت والفن جنب الدراسه. صح. بس فكان ساعتها اخويا بيعزف، كان بيتدرب سباحه، فقالت لي لا يلا نبدا بقى معاكي انت عود. بدات العود شبط. ينفع كده؟ ينفع. عايزه اقول لك ان هو كمل. لا هو بسم الله ما شاء الله يعني، فعلا هو واضح من مسكتك للعود. يعني اما بدات هي تتدرب بقى على العود انت حبيت. انا حبيت العود. احكي لي بقى كملت ازاي؟ انا كنت في زي ما هي ساره قالت، انا كنت في فريق النادي الاهلي سباحه، وكنت متمكن جدا الحمد لله في الفتره دي في الرياضه وكده مع جنب الدراسه. لكن لما لقيت ساره بتتجه ناحيه اللي هو الاتجاه الفني، اجرب معاها. فلا انا كنت عايز اجرب جدا. وكانت مخاطره بالنسبه لي كبيره جدا، ان انا مع الدراسه مع التدريب في النادي الاهلي مع كمان الفن، ان انا اعرف اواظب على الثلاثه. لكن للاسف جيت كده على خلاص بدايه دخولي للجامعه، ابتديت ان انا اتفرغ اكتر للدراسه وللفن. الرياضه ما بقتش ان انا اقدر ان انا اكمل فيها، عشان كمان مواعيدها والالتزام فيها كان كوميتمنت رهيب. وبعدين يعني. هو في العود هو بجد موضوع وصل معايا ان هو خلاص بقى يعني بيبقى بيدرب وبيعمل حفلات سولو. لا يعني وعشان انت حبيت. حبيت. فهو ده اللي خلاك فعلا. بس الفكره انت ليه ما كملتش في نفس مجال الدراسه بتاعه الموسيقى؟ كنت الحمد لله كنت بتفوق يعني دراسيا. كنت جبت مجموع عالي جدا. انا كنت دراستي اي جي مش ثانويه عامه. فكان صعب جدا ان انا كنت اتجه لدراسه الموسيقى او تربيه كليه الموسيقى. بس احنا متربيين في حته ان هي دايما تبقى هوايه يعني، تبقى مش هواية. يعني لازم ده مع ده، لازم يبقى معاك هوايه دي وده الصح. بصراحه وبصراحه كان ليها فاكتور في الشخصيه، وكانت ليها فاكتور في منتلي كده. اصل انت كمان يعني هي الهندسه برضو في حد ذاتها هي فن. بالزبط. مش مجرد انت مش حاجه مثلا حسابيه ولا حاجه، لا انت الهندسه فن، انت بتفنن في حاجات معينه، سواء كان عماره، سواء كان حتى في العربيات، لو هندسه ميكانيكا في الاتصالات، كلها نوع من انواع الفن. معلش انا اسف هضيف كمان انه كنت بلاقي كمان ان الشخص اللي كان بيبقى يعني ليه علاقه بالفن دايما بيبقى ليه تاتش مختلف وبيبقى سبيشال. بصي بقى انا مش عايزه اتكلم النهارده. مش هسالك ولا سؤال، عايزاكي تفضلي تغني. فعلا عايزه اقول لك عملتوا بهجه في الاستوديو. شوفي والله ربنا يخليكي. لا بجد مش هزار، انتوا عاملين دويتو مع بعض دلوقتي مش كده؟ جميل. احنا دويتو من زمان، احنا مش بن يعني مش بنبرفورم في حته خالص. احنا دايما البرفورمانس بتاعتنا بتبقى حاجات فاميلي جاذرينجز، لو في ايفنتس مثلا تبع شغله او تبع اكتيفيتيز او صحابه او الناحيه الثانيه هكذا. بس ان احنا بنطلع كباند احنا مع بعض لا. بس ممكن ممكن هو لازم مش بالظبط. انا هتكلم عن نفسي، انا بغني لوحدي من غيره بفشل خالص. يا سلام. هو السبورت بتاعي. والله. طب انا هخليكي تجربي ونشوف. لا بس مش عايزاكي تفشلي. لا هثبت لك انك انت. بس مش هينفع طبعا تنفصلوا عن بعض خالص. لا لان بصراحه لا وفعلا هو كمان عزف على العود هايل. طب